وده طبعا يا حبيب قلبي بن العميد دايما بيجي لمحمد من السعوديه لابو يوسف من عند ابوه، ودايما كل جمعه ما شاء الله تبارك الله بعد صلاه الجمعه لازم عن المج يعني الفنجان القهوه ده عند ابو يوسف بيعملوا لي في الماشينه. ربنا ما يحرمنيش منك يا ابو يوسف، يخليك لي ويبارك لك في اولادك يا رب.